ادي الجمبري بتاعنا الجميل اهو، بصوا زي بتاع المحلات واحلى كمان. يلا حط لايك كتير ويلا نشوف سر بقى. بصوا بقى النهارده كده ده سر بقى السمك الكبير اهو، سر الطعم سر القرمشه وسر الريحه كمان. النهارده الحلقه ضرب نار، هبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي. بقى كده اهو بصوا السمك اهو الفيليه، هوريكم بقى بنقطعه ازاي. تمام اهو بيتقطع كده اهو بالشكل ده عشان يبقى معاكي جزل زي بتاعت بره اللي بتشتريها من بره، وده الفيليه اللي هو الابيض مش الاحمر. تمام، اي بقى سمك نوع فيليه بالشكل ده. انا بوريكم بس التقطيع عشان تبقوا عارفين الجزل بتتقطع ازاي اهو، عشان ما تقطعش اصغر من كده مش هتبقى حلوه ما تنشفش معاكي، عشان تبقى طريه كده وجميله. تمام هقطعها كده اهو. انا كنت جايبه الكيس ده من السوبر ماركت تقريبا ب40 جنيه، هو كان عندي في الفريزر فانا طلعته يفك ونشتغل بيه على طول. ده اللي هو الابيض ده. تمام، عندي كده شويه جمبري صغيرين قشرتهم بالشكل ده، هم حبه صغيرين وهو اصلا جمبري صغير فقشرتهم كده. وتعالي برده هوريكي الكفر بتاعه يبقى عامل ازاي. شويه كاليماري برضو اهم. تمام تعالوا بقى نشوف التتبيله بقى، اهم حاجه بتاعت المحلات بتتعمل ازاي التتبيله، وسر بقى القلي ويقعد قد ايه. كل الحاجات دي هنقولها النهارده مع بعض في الفيديو، وحصر الفيديو النهارده مميز جدا جدا، وبتحداكم باكل مطاعم السمك. حطوا بقى لايك واعملوا شير ويلا بينا ندخل على الابهار. نشوف كده مع بعض سر التتبيله بتاعه المحلات بتاعه المطاعم في السمك. معانا ايه بقى؟ بصي يا ستي، معانا راس توم كبيره، معايا كمان طماطمايه، ما تستغربيش من الطماطمايه خالص، بالعكس تدي طعم حلو جدا. ومعايا 2 ليمونه، معايا فلفل حامي وقرن فلفل رومي، معايا شويه كرفس ده مجفف في الفريزر، ومعايا تقدري تستبدلي الكرفس ده بشبت او بقدونس. تمام، بس الكرفس بيدي طعم احلى بكتير. معايا معلقه كبيره مليانه من الكزبره الناشفه، معايا معلقه صغيره مليانه من الكمون، معايا معلقه كبيره من الملح. الحاجات دي كلها هناخدها في الخلاط مع فنجان من الخل. مع ايه؟ مع فنجان من الخل. ادي بتاعه الخل اهي عشان بس ابقى مفكراكوا، هاخد منها فنجان وهنروح نضرب كل ده في الخلاط. عايزاه ناعم خالص خالص، ونرجع مع بعض نشوفه بعد ما نضربه ان شاء الله. شكل الخلطه بعد ما كده اتعملت معانا، ولازم تبقى ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. بعد ما غسلته تاني طبعا بغسله بالليمون زي ما انتوا عارفين، ما بحطش خل عشان ما يتهريش. هناخد بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي، هناخد منها بالمعلقه. حطيت الكاليماري على الفيليه الاثنين مع بعض بالشكل ده اهو، وهنسيبه في التتبيله على الاقل ساعتين. مش يعني بصي، لو انت هتخليه كده 6 ساعات قبلها بيوم في التلاجة يكون افضل وافضل. كل ما يقعد في التتبيله اكتر كل ما يديكي طعم وريحه مميزين جدا جدا جدا. تمام بالشكل ده كده اهو. والجمبري بقى خليه لوحده، انما دول هخليهم مع بعض مفيش مشكله بالشكل ده. حط له برده من نفس التتبيله الحلوه دي. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله هايله، الريحه تحفه اهو. بصوا بقى بقيه الخلطه اللي اتبقت دي هحطها في كيس واحطها في الفريزر، او حطيها في علبه بغطا وحطيها في باب التلاجة، هتقعد معاكي في باب التلاجة شهر كامل مش هيحصل لها حاجه. لو حطيتيها في الفريزر هتقعد معاكي بقى مده طويله جدا. لما تيجي تعملي اي نوع سمك طلعي بقى التتبيله على طول، وحشي على طول السمك بتاعك. وفي الشوي دي بقى فظيعه برده ملهاش حل يعني. فالباقي ده مش هنرميه، الباقي ده هنستعمله مره ثانيه. دلوقتي هوريكم بقى حاجه مهمه جدا. دلوقتي احنا معانا نص كيلو من الدقيق. تمام، هنزل بيه كده اهو بالسمك بتاعي بعد ما قعد في التتبيله على الاقل ساعتين. تمام، بس بقى مش هنتبله كده اهو زي ما بنيجي نتبل السمك ونقلي، لا احنا هنعمل كده حفره كده جوه ونحط جواها السمك وندفن عليه كده اهو. تمام، هنحط شويه سمك شويه كتير بقى ونسيبهم كده جوه. والسبيط عايزه تحطي برده الجمبري، المهم ايه يقعد جوه الدقيق على الاقل نص ساعه، نص ساعة جوه الدقيق كده اهو. هو ده بقى اللي هيعمل معايا الكفر، اللي هو الكفر اللي احنا بنشتريه من بره. كل شوية هيجي يسحب من الدقيق هيلاقي دقيق تاني فهيشرب، هيلاقي دقيق تاني فهيشرب. فهمتي قصدي؟ اهو حتى الجمبري اهو، بصي هندفن ونحطه كده اهو من جوه. تمام، هنسيبه بقى كده اهو نص ساعة كاملة
نعمل بقى الكميه كلها وندفنها جوه الدقيق، وبعد كده اهو بعد نص ساعه نشوف بقى هنقلي ازاي. عشان برضو القليان في برضو تركية مهمه جدا، تعالوا بقى نعمل شويه سلطه بطاطس اللي هي بتتقدم في المطاعم. عملنا مع بعض سلطه الطحينه قبل كده، عملنا سلطه القوطه، عملنا سلطات كتير. تيجوا بقى نقدم سلطه البطاطس اللي بتتقدم في المحلات بتاعت السمك، تعالوا نعملها مع بعض. 3 بطاطسيات متوسطين، حطيتهم عليهم ميه، واحط عليهم معلقه خل واحده بس او شويه ملح. تمام، الخل او الملح هيساعد على التسويه معايا بسرعه، او شويه الملح اي حاجه من الاثنين. وهسيبها تستوي، بس ما تستويش قوي، تستوي 3 ارباع سوا. تمام، وبعد كده هنقشرها مع بعض وهنعمل بيها السلطه على طول. كده اهو ادي البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت نص 3 ارباع سوا وقشرتها بالشكل ده. هقطعها بقى معاكم، ما رضيتش اقطعها عشان اوريكم التقطيع المفروض تبقى عامله ازاي. بسم الله اهي، بصي ماسكه نفسها معايا وفي نفس الوقت مستويه. هعمل مكعبات كده اهو بالشكل ده اهي كده اهو، عايزاها مكعبات كده اهو، عايزه اكبر تمام، عايزه اصغر تمام، بس ما انصحكيش باصغر، يعني لو اكبر من كده ماشي، اصغر من كده بلاش. هقطع بقى الكميه كلها بالشكل ده ونرجع تاني. بقى بعد ما قطعت البطاطس بالشكل ده هحط عليها شويه ملح، تمام، يعني بتاع ربع معلقه كده، لان حطيت في الميه شويه ملح برده مع الخل. هحط نص معلقه من الكمون، هحط نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعايا معلقه صغيره من الثوم البودره. تقدري تستبدليه بثوم صحيح، بس انا ما حبيتش الثوم الصحيح عشان ما تبقاش يعني طعم الثوم باين قوي في السلطه بتاعتنا دي. كمان هنحط معانا فلفل الوان، تمام، بالشكل ده. ما عندكيش يبقى شويه فلفل رومي مفيش مشكله خالص، او جزرية مبشوره، يعني عادي اي خضار تحبيه. هحط شويه كزبره ناشفه، شويه كزبره قصدي خضرة، وشويه بقدونس اخضر كده بالشكل ده، تمام. وهعصر ليمونه اهو، هعصرها انا بقى. وبعد كده هحط شويه خل. قد ايه الخل يا جيجي؟ بتاع فنجان من الخل برضو، او معلقتين كبار مليانين خل. واحط معلقه واحده من الزيت، زيت دوار شمس عادي خالص، معلقه كبيره بالشكل ده عشان تديني لمعه كمان للبطاطس وللسلطه بتاعتي. وهكمل بقيه عصر الليمونه، وهنقدم طبق السلطه بتاعنا ده. لو تحبي تضيفي عليه مايونيز ضيفي عليه مايونيز، مفيش مشكله. مش عايزه تضيفي مفيش مشكله، ده كده اساسي وتحفه. بقى كده بعد ما عدى كده هو ساعة كده محطوط جوه الدقيق، مش نص كمان، بعد ساعة باخد كده شوية شوية في مصفى، شوية شوية من الجمبري اهو من جوه الدقيق. كله بقى هيتعمل كده، والسمك وكله. بصي هنزل كده الدقيق الزيادة واديله كده نطرة كده اهو اهي في المصفى اهي، واخد بقى الجمبري كده اهو واروح بقى اقليه في زيت سخن. يلا بينا بقى نروح بسرعة كده على الايه، على الطاسة. يلا بينا حبايب قلبي جيجي. قلب الطاسة اهو، والدقيق كده اهو بيسخن معانا، بس لازم يكون في شوية زيت كويسين كده اهو، ماشي، مش تحطي حبة زيت قليلين. وهبتدي انزل كده بعيد عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض اهو، بنفضهم من الدقيق كمان، وبنزل بيهم كده اهو بالشكل ده. اهم حاجة ان انت تسيبيها جوه الدقيق حبة، يعني ما تقلش عن اقل حاجه نص ساعه، انا سبته ساعه. طبعا برده كده الفيليه، وبرده كده هيبقى السبيط، كله كله بنفس الطريقه دي، تمام. لما اجي بقى اطلعه هبقى اوريه لكم عشان ما اطولش عليكم. بعد كده نشوف الجمبري بتاعنا اهو، بصي بنفس اللون بتاع المحلات بره اهو، زي ما انت شايفه بالشكل ده. اطلعه بقى وهحط واحده ثانيه طاسه تاني، وبرده لما اجي احط الفيليه هبقى اوريكم برده معايا، تمام. استنوني، واللي محدش لايك يحط لايك. الفيليه اهو، تمام، نحطه اهو بالشكل ده برده. ايه لما اجي اطلعه هوريه لكم. هنسيبه بقى يستوي، ولما اجي اطلعه هوريكم شكله برده. بقى سر السمك الفيليه بتاعنا كمان النهارده بتاع المحلات اهو، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نطلع بقى دلوقتي السمك الفيليه بتاعنا اهو، بعد ما خلص كده اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وما تنشفوش عشان يبقى معاكي طري وجوسي لما تيجي تاكليه. نصفيه كويس قوي كده ونطلعه على حاجه ما
تعالوا بقى نشوف كده كمان اما اطلع لكم الكاليماري. وده بقى كده شكل الكاليماري اهو بعد ما خلص برده معانا بالشكل ده. تمام، هنطلعه برده ونصفيه وبعد كده بقى نقدم مع بعض. يلا بينا. انا حطيت كده الاكل ويلا عشان تاكلوا. يلا مدوا ايديكم بقى وقولوا بسم الله بسم الله. يلا بقى مدوا ايدكم وقولوا بسم الله. انا ولا حطيت في سرفيسات ولا اي حاجه، زي ما غرفت كده ويلا جبت لكم العيش اهو. ويلا حتى ما عملتش رز، ده الاكل ده عايز عيش. تمام، وعامله بقى شويه سلطه الطحينه هجيبهم عشان نسيت احطهم. تمام، ادي سلطه البطاطس التحفه بتاعتنا، وادي الكاليماري حاجه كده هايله او السبيط بقى زي ما بتقولوا عليه، وادي سمك الفيليه تحفه. بصوا عايزه اوريكم طري ازاي، بصي طري 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 طري، لحم لحم متفصص كده تحفه طري، عشان الناس بتعمله بتلاقيه نشف اهو طري اهو جميل. تمام تحفه، بصوا السمك من جوه ابيض ازاي. وادي الجمبري الجميل طري برضو معانا مش ناشف اهو، بصي طري معايا ازاي وعامل الكفر اهو زي ما قلت لكم، والجمبري اهو من جوه. بجد بجد الفيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا، وهي كمان انا عارفه ان هو هينال رضاكم كمان، وهتحطوا لي لايك كده عشان انتوا ناس كرمه ومفيش احلى منكم. حبايب قلبي جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر وهبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. مع السلامه.